بسم الله الرحمن الرحيم. مفردات التدريب الأول: استعمل الكلمات التالية في جمل من إنشائك. يحرك جلانا، يحرك ठीक है يحرق الناس نفايات. यार, एक ना सुन नफायात. ठीक है يحافظ حفاظت کرنا. بعض الناس يحافظون على البيئة. بعض الناس يحافظون على على البيئة. البيئة. أفسد ظهر الفساد في البر والبحر. يقوم به يقوم به शुरू करना. يقوم به شو كمان هي؟ يقوم الفريق بجولة المدينة. يقوم الفريق بجولة المدينة. टीम ने शहर का टूर शुरू किया. يقوم الفريق بجولة جولة المدينة. رسالة 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 منظمة رسالة المنظمة. رسالة المنظمة هي البيئة خالية من التلوث. يزرع يحرق يفسد الناس يزرع نعم يزرع أحمد القمح. أحمد غندم كاش كر رہا ہے. يزرع أحمد القمح التدريب الثاني: ابحث عن الكلمات التالية في معجم عربي ثم سجل معانيها. كسد كرو كونكت ملاحظة النحوية علامة النصب في الأسماء والأفعال. علامات النصب: أسماء رفعل مي الفتحة الكسرة الياء الألف حذف النون جمع التكسير جمع المذكر السالم. ये ऊपर से नीचे पढ़ने हैं. पहले फतह के सारे पढ़े, फिर कसरा के, फिर या के. الفتحة مفرد
سعيدا كسرات جمع المؤنث السالم طالبات نہیں اوپر سے نیچے پڑھنا نا، مفرد کے بعد جمع تکثیر ہے. فتحة مفرد سعيدا جمع التكسير طلابا الفعل المضارع لن يذهب الكسرة جمع المؤنث السالم طالبات الياء المثنى قيمتين جمع المذكر السالم مصلين ألف أسماء الخمسة أباك حسب النون أفعال الخمسة يجلس التدريب بين علامة نصب ما تحته خط مع ذكر السبب كما في المثال إن التفاحة حمراء تفاحة يه اسكي فتحة ومفرد الأطفال يحبون الحليب حليب هي فتحة هي اور يه بھی مفرد ہے فحص الطبيب أقاق یہ بھی اس کی نسبی حالت ہے نہیں یہ افعال خمسہ میں سے ہے أسماء الخمسة میں سے اور فتح ألف الف الف اور افعال خمسہ غسلت الاطباق أطباق اطباق غسلت الأطباق أطباق جو ہے یہ اس کی بھی فتحہ علامت النصب فتحہ اور یہ ہے طبق جمع تقصیر ٹھیک ہے، جمع تقصیر. أخذنا فراشين یہ مثنی ہے اور یہ ہے اس میں سے اس کی حالت نصبی فتح فراشین الف نہیں یا کے ساتھ یا ہے اشا ٹھیک ہے، علامت اشترى النصب محمد سيارتين محمد نے خریدی گاڑیاں یہ سیارتنی مصنع اور سیارت. اس کی بھی فتحہ علامت فتحہ یہ فتح نہیں ہے، سیارت ان میں یا ہے علامت النصب. علامت النصب فراشین میں بھی یا ہے. ٹھیک سے یا كان المسافرون حاضرين حاضرین حاضرين كان المسافرون حاضرين جو ہے یہ ہے اس میں سے افعال خمسہ میں سے یہ جمع مذکر سالم ہے، اس کی علامت نصب یا ہے. جمع مذکر سالم علامت یا الطالبان لن يسافر غدا الطالبان لن يسافر يسافر جو ہے یہ ہے افعال خمسہ میں سے نہیں تو يسافر پھر اس میں سے ہے لن يسافر افعال الخمسة میں سے يسافرون ہے. ٹھیک سافر ہے، میں سے افعال علامت النصب خمسہ اور اس کی جو ہے الف کے ساتھ نہیں الف کے ساتھ نہیں اس میں ثبوت نون حذف نون ہے، یہاں پہ جو اس کی علامت ہے حذف نون. حذف نون
يحب المسلمون عثمان بن عفان. المسلمان محبت کرتے ہیں. یہ ہے الف کے ساتھ اور عثمانہ جو ہے مفرد فتح ہے. یا بھی عثمان پہ فتح ہے. فتح اور مفرد. ان فاق نظيف يا عدنان. فاق جو ہے اس میں سے ہے افعال خمس نہیں اسماء الخمسہ میں سے اسماء الخمسہ اور الف کے ساتھ. صحیح ہے. اس کو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک سر. کوئی سوال؟